Hello everyone, how are you today? This is session 3 and we will talk about Greater by RAM. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن عيد الاضحى. هنقول شويه كلمات كده ليها علاقه بعيد الاضحى زي مثلا sacrifice ودي معناها اضحيه او يضحي. الأضحية اللي هو مثلا ممكن تبقى goat، ممكن تبقى sheep، ممكن تبقى cow، أي حاجة. يعني الكلمة دي verb و noun. For example, Muslims sacrifice in عيد الأضحى. مسلمين بيضحوا في عيد الأضحى. Muslims buy sacrifices in عيد الأضحى. المسلمين بيشتروا أضحيات في عيد الأضحى. sheep وsheep اللي هو خروف، والكلمة دي singular و plural، يعني كلمة مفرد وكلمة جمع. يعني ما فيش حاجة اسمها sheeps، لا اسمها sheep يعني خروف، والجمع برضو اسمه sheep. زي we bought sheep before عيد الأضحى، بنشتري خروف قبل عيد الأضحى. lamb يعني ايه؟ lamb is a sheep that is less than one year old. اللام ده يعني هو خروف سنه أقل من سنة. أو mutton يعني إيه؟ يعني mutton is meat from a sheep that is older than one year. لحمة بتاعت الخروف اللي أكبر من سنة. يبقى عندنا لحمة اللام وعندنا لحمة المutton. Goat. This is a white goat. Cow. The cow has a long tail. Buffalo. اللي هي جاموسة. This is a black buffalo. جاموسة سودة. طيب عندنا لحمة الكاو ولحمة البفلو، الاثنين مع بعض اسمها ايه؟ بيف. يعني لو لقينا لحمة بافلو أو لحمة كاو بنسميها بيف. طيب عندنا كامل زي camels lived in the deserts. camels lived in the deserts. الجمال بتعيش في الصحراء. طيب دلوقتي عندنا slaughter يعني ايه؟ يعني يذبح. Muslims slaughter in عيد الأضحى. المسلمين بيذبحوا في عيد الأضحى. Meat. We eat meat in عيد الأضحى. بناكل لحمة في عيد الأضحى. طيب عندنا دي إيه؟ اسمها minced meat. يعني إيه؟ يعني لحمة مفرومة. طيب زي مثال yesterday I searched for the minced meat recipe. يعني إيه؟ إمبارح أنا كنت ببحث عن، بعمل سيرش عن وصفة اللحمة المفرومة. عندنا اللي بناكلها في العيد اسمها ايه؟ porridge اللي هي فتة. We eat porridge in عيد الأضحى. البوريدج بتتكون من كذا حاجة زي rice رز، bread خبز، meat لحمة، soup شوربة، garlic توم، vinegar اللي هو خل. عندنا pilgrimage أو حج اللي هو الحج والحج. Muslims go to pilgrimage in Mecca. المسلمين بيروحوا الحج في مكة. عندنا pray Bayram prayer يعني يصلي صلاة عيد الأضحى. زي we pray Bayram prayer in عيد الأضحى. Ritual يعني طقوس. Muslims have to follow the Islamic rituals. المسلمين يجب عليهم أن هم يتبعوا الطقوس الإسلامية. Give donations يعني إيه؟ يعني يدي تبرعات. We give donations to the poor. بندي donations للفقراء. وعندنا كمان celebrate يعني إيه؟ يعني يحتفل. مفيش حاجة اسمها celebrate with خالص. طب عايزين نقول بنحتفل بعيد الأضحى، نقول ايه؟
Muslims celebrate عيد الأضحى all over the world. ما بنقولش Muslims will أو Muslims with celebrate with، لا بنقول Muslims celebrate عيد الأضحى all over the world without any preposition، من غير أي preposition خالص. Wear new clothes. Wear new clothes. يرتدي ملابس جديدة. We wear new clothes in the عيد. طب لو عايزين نهني حد بمناسبة العيد نقول له ايه؟ عندنا كذا طريقة، ممكن زي happy عيد يعني عيد سعيد، عيد مبارك، happy عيد and may Allah accept from you، happy عيد and may Allah accept from you يعني عيد سعيد وان شاء الله ربنا يتقبل منك. هننتقل للجزء الثاني، هو جزء الجرامر اللي هو past simple tense. هناخد النهارده زمن الماضي البسيط. اتفقنا ان ال personal pronouns والضمائر الشخصية I, you, they, we, it, he و she. اللي مخلي ال tense ده سهل ان كل الضمائر دي بتاخد ال verb plus ed. اي verb عشان نحوله الماضي بنجيبه ونحط له ed، بس اكيد لكل قاعدة شواذ. زي ما هنقول بعد كده عندنا اليوسج الاستخدام، زي بنستخدم الماضي البسيط في ايه؟ في الستوري تيلينج، يعني في ان احنا نقول قصة او actions happened in the past، افعال او حاجات حصلت في الماضي. Verbs in the past، الأفعال في الماضي مقسمة لثلاث حاجات: irregular، الirregular، والأفعال اللي ملهاش أي، ما بتتغيرش خالص. Irregular زي play، بحولها لماضي بخليها played. Irregular يعني غير منتظمة، see بخليها so. بس الأفعال التانية اللي ما بنغيرش فيها حاجة زي read بنغيرها لread، بنقولها read بس بنسيبها زي ما هي بالظبط. طيب عندنا الافعال، قلنا في افعال بنزود لها ايدي وفي افعال irregular اللي هي شواذ، زي عندنا امثله كتير زي مثلا eat تبقى ate the irregular verb، drink drunk irregular verb، play played irregular verb، see so irregular verb، give gave irregular verb، go went irregular verb، read read ده عادي متغيرش، اتغير بس نطقه، buy bought irregular verb. عندنا الكلمات الدالة على الماضي البسيط اللي هي الكيوردز، زي last week، yesterday، one upon a time، long ago، two weeks ago. عندنا examples على زمن الماضي البسيط وبرضه ناقشناها في الكورس بالتفصيل. Example number one: He played football yesterday. رحمة wanted to study one hour ago. We went home yesterday. They ate fish 5 minutes ago. The cat drank milk yesterday. أو The cat drank milk last week. هنتكلم دلوقتي عن الـ pronunciation بتاع letter R أو الـ sound بتاع R. الـ R هيتنطق ازاي؟ ده كان فيديو لمي بتاعت انجليزي كانت بتشرح ازاي، فهقول الملخص بتاعه. ان هي كانت بتقول ان احنا واحنا بننطق حرف الـ R لازم نعمل نخلي لساننا فيه curly curled كده، نخليه curled ملفوف عشان نقدر نقول الـ R، بيبقى مختلف عن حرف الراء. يعني هنقول R R. فعندنا examples زي Do you really want to rely on rolling the left؟ عندنا reading alone allows you to really relax. Low rent allows regular lending. ودي كانت story ناقشناها مع بعض وقريناها وحكينا وسمعنا كمان audio، و
الملخص بتاعها. عندنا الإيدزيم، ودي آخر حاجة خالص. الإيدزيم بتاع النهاردة هو apple of my eye. apple of my eye يعني شخص عزيز عليا جدا، زي my daughter is the apple of my eye. my daughter is the apple of my eye. بس كده نكون خلصنا. thank you and good luck.